وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد قائد حامل عسكري الاستقلال سيد مرتي رئيس المحكمة الابتدائية سيد مرتي جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية للاستقلال سيد رئيس مجلس التقييم للاستقلال السادة النواب البرلمانيين المحترمون سيد رئيس المجلس العلمي المحلي للاستقلال السادة رجال السلطة التقليد السادة رؤساء المصالح الأمنية السادة رؤساء الجماعات الأطوار الدولية صدر رؤساء المصالح الخارجية صدر رؤساء الأقسام والمصالح العمالة صدر وزير الصحافة ووسائل الإعلام فعاليات المجتمع المدني حضرات السيدات والسادة. نقيم لي في مساهمة هذه الكلمة أن أشكركم على تلبية هذه الدعوة والحضور معنا للمشاركة في تنصيب الحمل الذي نقوم بصدره لتنصيب أنساب رجال السلطة الجنود والذين سحبوا في النفوذ الصهيوني والذين يستطيع توزيع أقصر المشاعر لرجل السلطة ويتمنى له لتغطية جميع الوحدات الإدارية وكذلك بخصوص السياسة الأخرى. فاستماع هذه الحركة مع عليها التفاعلات مع وزارة الداخلية بذلك سأوش 2023 على مستوى الوطني حيث همت على مستوى التقييم وعلى سدة رجال السلطة والتي بدأت بفرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية الثانية اللائقة لتشييد أسرار الانتقال المتدرج من نموذج الوظيفة العمومية قائم على تدبير المواصلات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات بحيث أسست وزارة الداخلية من خلال هذه التجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية وهي تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم مشاعر أداء رجال السلطة وذلك من خلال وضع مسطرة جديدة لتقييم الشاهد في 60 درجة. هذا المنتج كما تعلمون يهدف إلى تطوير منظور أكثر مشاعر بين تدبير الموارد المشتركة وكذلك خلق ديناميكية متجددة في أعمال الإدارة القرارية لكي توفر حاجيات المواطنين والمشاريع التي تعرفها المملكة في مختلف الميادين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم وكذلك تجسيدا للمشروع الجديد والمشروع الملكي للسلطة الذي ما ابتغاه جلالته نصره الله وكذا للمكتب عليه في كل المناسبات باعتباره السيد الانجح لتدبير الشأن المحلي. فكما سددت هذه الحركة في إطار وزارة الشؤون المحلية ويتبع
هذه الشهادة التي صاحب سنة مواطنين ومدرسة ساحب ليش بشكل فعلي مكان وإصدارهم في مشاكل الحدود الناس ضعفوا لأن الأولاد سحق أخطوا الملك ولو تقول كريم من التحيير الجديد في 12 رجل سوق المتعاملين بالحيوية والطموح للمشاركة والمساهمة في تنمية هذا التحكيم وتقدمه بجودها يأتي في سياق هام ودقيق حيث يتطلب منكم الخراب كل قوة في الأوراش وذلك المساهمة في تنمية تقدم جودها وبالخصوص في الأوراش الفلكي الأخرى تحدث لك على مختلف Yeah.
الحكومة تقدم كل الوسائل التي تسمى بتيسير وتيسير كل هذه المعضلات، وأننا مستعدون لتحليل وتبديل هذه الصعوبات وصعوبات بعد ملكي الإمارات قد وإلى قاعدة منصب تقلده
الحق فكذب الدخول الى حجاب اهلهم فالعكس اسرار ابليس ابليس اولئك الحق واستغلتم من قبل ظهور الكتاب السماوي والاصبعين فالعباد من خارج الشكوك اعراض الاستماعات بل في اعتبار الواقعيه اخر مره سوف تتقلد له اولئك الحق بسبب الاعماق والتفريق والاستشفاء بهذه المناسبه السعيده